بسم الله الرحمن الرحيم. الأهلي بيعلن ضم لاعب فلسطيني لصفوفه، حدث ممكن ناس تشوفه حدث عادي وطبيعي. الحقيقة إن هذا الحدث هو حدث مختلف ومهم ومؤثر، من فلسطين الحرة إلى فخر الأمة. هكذا جاء تقديم النادي الأهلي لهذا النجم الفلسطيني الجديد وسام أبو علي، وفجأة العالم كله يتحدث عن صفقة أهلوية فلسطينية. ليه لا؟ الأهلي يتعاقد مع واحد من أبناء البلد القوية الصامدة، هذه البلد الأبية فلسطين العظيمة، وبيمثل شعب قدر يتحدى كل الظروف ويقف رافعاً رأسه طول العمر، قدر يحارب ويقاوم الاحتلال ليضرب الأمثال في التضحية والكرامة والدفاع عن الأرض والعرض. كل فلسطيني هو جميل وعظيم، أي حد بينتمي لفلسطين لازم تحبه، تحييه، تدعمه، تشجعه، تفرح بيه. عشان كده تسببت هذه الصفقة، صفقة انضمام وسام أبو علي، في ضجة كبيرة جدا يمكن ما حصلتش من سنين طويلة. هي دي مكانة النادي الأهلي وتأثير النادي الأهلي، الأهلي اللي بيمثل القوة الناعمة لمصر ورمزها الرياضي الكبير. من فلسطين الحرة جالنا لاعب جديد ينضم لفخر الأمة، فخر الأمة النادي الأهلي. دايماً على مدار التاريخ بيفتح أحضانه للاعبين الفلسطينيين، بداية من مروان كنفاني ووصولاً إلى رمزي صالح، حالياً الهداف وسام أبو علي. مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب كان من أوائل الناس اللي كانت حريصة على دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني بعدما أرسل العديد والعديد من القوافل. كذلك إيرادات المباريات اللي بيتم تخصيصها للشعب الفلسطيني، دعم كبير جدا من جمهور النادي الأهلي للاعب موهوب يتوقع له الجميع مستقبل كبير مع نادي القرن. النهاردة جايين نقول لوسام أبو علي أهلا بيك في الأهلي، أهلا بيك في البيت الكبير، بيت كل المصريين.